عندنا نكون عند سعادة تمشي لوالتر نعيم بريزادو من نعيم والتر الثانية من ثلاثة وينجح المرة هذه ثلاثة حسين نصر وزوز شبوح. نحن كما قلنا لي بوان باهي ديفونس من سعادة يقلق مجدي شوك يطلع نعيم في الفاست بريك قدام روميو يربح الفوت باهية تركب له فوت يدخل الدوت باش يبدا خايف من لي 5 فوت دونك يلزم نركزوا عليه. قلت نعيم يسجل الاولى هو خاطر هكا ولا هكا كان ماشي في الدو بوان نعيم اما الفوت روميو خير وهذا اللي كنت اما حتى التوا في المرتبه الاولى ونعيم في فله البلوك شوت قدام حازم ساسي باهي نعيم يعمل بلوك شوت مراد من ثلاثة وما يضيعش مراد. كون معنا بالطبيعة على لايف ستريمينغ الباج اوفيسيال للنادي الافريقي نحاولوا ناخذوا انترفيو في الميتون مع عند واحد من الملاعبية 49 32 17 نقطة قبل 42 ثانية على نهاية الفترة. الجمهور إن شاء الله يرجع لسالة المرحوم شريف بالأمين في الجورجاني أكيد بعد ما سالة تاخذ الهومولوغاسيون نتاعها يرجع الجمهور ونشوفوا جو أكثر في الباسكيت. نعيم يحط الأولى ونعيم يكمل الثاني ليني دو فون يخرج اكسترا باس روميو من ثلاثة وتضيع الكرة ونعيم في الروبون ياخذ الكرة وترجع لوالتر مراد بوست دو أيمن الترابلسي تروا نعيم اللي عنده كرة كات يضرب من ثلاثة ويسجل ثلاثة. نعيم ذي فلة ثلاثة نقاط أخرين يزيد يطلع بيهم فاكر بوزو قدامه مراد شوفوا امبليكاسيون كبيرة في الديفونس من الأولاد الكل وتركيز كبير لهنا يقص الكرة نعيم وتمشي الكرة المهدي سايح يخط عليها يوصل الكرة المهدي سايح مراد المبروك باهية تحت المربع باهية الباس باهية الباس مراد اليوم شيخنا باللي باس ديسيزيف نتاعو كسوسوا نعيم المهدي سايح مرة هذه كانت نعيم ذي فلة اللي يزيد زوز نقاط يطلع